نعم رانيا، الخبر يقول إن 40% من منتفعي دور الإيواء يتخلى عنهم ذووهم، فهل هذه النسبة لكل أنواع دور الإيواء أم لكبار السن فقط؟ وهل نظام بدائل الإيواء والخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية يعالج ما يتعلق بذوي الإعاقة وفي هذا الشأن تحديدا؟ وهل عالج هذا النظام كل ما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة؟ لمناقشة هذا الموضوع نستضيف اليوم عبر الهاتف معالي وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح. معاليك صباح الخير. صباح الخير أخ معاذ، وصباح الخير للأخوة المشاهدين. صباحك سعيد. معاليك، تحدثت عن أن 40% من منتفعين دور الإيواء يتخلى عنهم ذووهم في دور الإيواء ولا يسألوا عنهم، هل القانون عالج مثل هذه الحالات وهل هذا الأمر فقط على كبار السن؟ أخ معاذ مرة أخرى صباح الخير لك وللعاملين وأيضا للمشاهدين. اليوم نتحدث في وزارة التنمية الاجتماعية عن دور الرعاية الإيوائية، وهذا تشمل كبار السن، الطفولة، الأحداث، النساء المعنفات، وأيضا ذوي الاحتياجات الخاصة. نعم. فالنسبة التي تم الحديث عنها هي تشمل هذه الدور بغض النظر عن الفئة، لكن بالمعدل العام كانت 40%. نعم. طبعا ما يهمنا بهذا الموضوع هم ذوي الاحتياجات الخاصة وأيضا المسنين، لأنه دائما العنصر الإنساني هو جزء كبير من العلاج وجزء كبير من الحياة اليومية. نعم. وبالتالي كانت التركيز على هذه الفئتين في المراكز التطوعية والحكومية أيضا والمراكز الخاصة. نعم. اليوم نتحدث أخ معاذ بحوالي أكثر من 75 مركز إيوائي يشمل هذه الفئات بعدد منتفعين تتراوح بين 3500 إلى 3700 منتفع من كافة المنتفعين اللي ذكرتهم اللي هن خمس دور إيوائية، طبعا بالزيادة والنقص حسب الدخول أو الخروج. للأسف بعض الفئات الأهل للمنتفعين لا يوجد زيارات نهائية. نعم. إلا يمكن في حال وجود تواصل من قبل القائمين من المركز للأهل، إما إنه باستلام المنتفع لأي سبب من الأسباب أو لوجود بعض المشاكل، غير ذلك لا يوجد أي شيء، مع إنه هناك بيكون تواصل من أصحاب هذه المراكز. وأنا نتحدث عن حتى في المراكز الحكومية الموجودة اللي تديرها وزارة التنمية الاجتماعية، نطلب حتى في بعض الأحيان نلجأ إلى الوسائل الرسمية لطلب الأهل إما للزيارة أو لاستلام المنتفع لانتهاء فترة إقامته في هذا المركز. نعم. معليك، يعني 40% هي نسبة كبيرة وفئات مختلفة من كبار سن وذوي إعاقة، هذا الأمر يعني لا يوجد بثقافتنا كمجتمع أردني بأن يتخلى الإبن عن أبوه أو الأب عن ابنه، فهذا أمر غريب صحيح؟ أخ معاذ 100% ورقم صادم، وبالتالي بالنسبة لذوي الإعاقة إحنا نلجأ إلى البدائل الإيوائية. نعم. وهذا يعني أن المنتفع يبقى عند أهله ونستضيفه في من خلال الفترة الصباحية، ومن ثم يعود إلى أهله. نحن على دراية واسعة ومعرفة أن هناك عوائق ومشاكل لدى الأهل في إدارة أو كيفية التعامل مع الأبناء من ذوي الاحتياجات الخاصة تحديدا، وبالتالي سيكون هناك تدريبات، سيكون هناك بدائل مالية، وأيضا تدخلات من المجتمع المدني المحيط في هذه العائلة حتى يقوموا إما بالتدريب والإضافة على ما تم تدريبه أو إرسال متطوعين لمساعدتهم. نعم. حتى يكون هناك تفاعل ما بين الأهل والمنتفع، وأيضا الأهم شيء هو إدخال الناحية الإنسانية التي تكون غالبا مفقودة. أخ معاذ، لا ننكر أن هناك
من الأهل من يقوم بأمور خارج عن 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 طاقته لرسم الابتسامة عن أبنائهم. فنقدرهم، نشكرهم، ونأمل إنه الجهة الأخرى أن تحدو حدوهم. نعم، يعني هنالك معاليك حالات سجلت، وآخرها لطفل يعاني من متلازمة داون، كان هنالك انتهاكات بحق هذا الطفل وإساءة من قبل أهله، وحتى وجدوه مربوط تحت الدرج. يعني هذا الأمر كان سيء للغاية، و كنا نتمنى أنه ما نشوفه في مجتمعنا الأردني ولا في أي مجتمع من المجتمعات العربية. ولكن معاليك البدائل، هل هي بداية لإلغاء دور الإيواء؟ هذا سؤالي الأول. والسؤال الآخر، هل المبالغ المالية محددة للجميع أم كل شخص يتم تعامل معه حسب حالته؟ أخ معاذ، بالنسبة لسؤالك الأول، هناك تم إعطاء المراكز الخاصة مدة 10 سنوات. نعم. بدأت من 2017 وتنتهي بال 2027. نعم. عليهم بهذه الفترة التحول إلى المراكز الإيوائية النهارية. نعم. ومن خلال هذه الفترة من 2017 لم يتم إصدار أي موافقات على مراكز جديدة، سواء كانت خاصة تطوعية أو حتى الحكومية. نعم. وسنبدأ بأنفسنا. وزارة التنمية الاجتماعية ستبدأ بنفسها بتحويل مراكزها إلى مراكز نهارية. نعم. لكن هناك بعض الحالات التي لا تستطيع أن يتم التعامل بها، فستبقى لكن بأعداد محدودة جدا. نعم. هذه النقطة الأولى. السؤال الثاني، بالنسبة للبدائل المالية، سيتم هناك وضع أسس وتعليمات، وتم إقراره مؤخرا بمجلس الوزراء نظام البدائل الإيوائية، وسنعمل عليها، وسيكون هناك بدل مالي لعملية المساعدة في المواد، الحاجة للمنتفع، عملية التأهيل في المنزل. معليك، ما هو المبلغ المالي؟ ما هو المبلغ المالي الذي تم الموافقة عليه؟ أخ معاذ، الأسبوع الماضي تم إقرار نظام البدائل، اليوم نعمل على التعليمات. نعم. لغاية الآن لم يتم وضع أي مبلغ مالي ولم يتم أي وضع التعليمات، لكن إن شاء الله في الوقت القريب نعمل بتشاركية أيضا مع المجلس الأعلى لذوي الإعاقة والمعنيين بتحديد هذه التعليمات. يعني معليك، أكثر من 40 دينار، صندوق المعونة الوطنية يدفع 40 دينار لأسر ذوي الإعاقة، فهل المبلغ المتوقع أكثر أقل؟ أخ معاذ، بدي أعلق على هذا المبلغ وأشكرك أنك ذكرته. نعم. اليوم صندوق المعونة الوطنية يقوم يعني أعتذر أني غيرت منح الحديث، لكن أنت خليتني أغيره. نعم. اليوم تتحدث عن صندوق المعونة الوطنية يقوم بإعطاء مساعدات مالية ل 190 ألف أسرة سواء شهرية. تتحدث اليوم عن 40 دينار، هل تعلم أن هناك عائلات تتلقى 400 دينار من صندوق المعونة بشكل شهري؟ ليس كل الأسر تتلقى 40 دينار، قد يكون أسرة فرد يكون هذا المبلغ 40 أو 50 لسبب وجود كما ذكرت موضوع الإعاقة أو نعم. أرملة أو يتيم أو 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 هناك جهد مميز لصندوق المعونة الوطنية في موضوع الحماية الاجتماعية. نعم، نحن بحاجة له أنه نرفع، لكن الأوضاع أنتم شايفينها، والأعداد كمان أيضا عم تدخل إلى صندوق المعونة. اليوم نعم. دخل على صندوق المعونة عن العام الماضي 160 ألف أسرة إضافة. نعم معليك، أنا بعتذر، ولكن لضيق الوقت سؤال أخير بنعم أو لا، هل كورونا كان لها أثر على ازدياد من دخلوا دور الإيواء؟ من جميع الأصناف، من جميع يعني لجميع دور الإيواء. بعض المراكز نعم، ومنها الأحداث يمكن، والنساء المعرضات للخطر. نعم نعم نعم، والأطفال. نعم. شكرا لك معالي أيمن المفلح، وأنت وزير التنمية الاجتماعية، إن شاء الله سنبقى معكم دائما على اطلاع، وفي فقرة من المسؤول واجبنا دائما أن نطلع المواطنين على كل ما هو جديد من الحكومة وأيضا من مؤسسات المجتمع المدني مرة جديدة. معالي أيمن المفلح، شكرا لك ولتواجدك معنا.